المتقين، الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 29/7/2021، المفطر 19 ذو الحجة 1402 هجري. هنتابع سلسلة الدروس تعليم كيفية كتابة خط النسخ بالقلم العادي. درس النهارده، درس اليوم، حرف اللام المفردة زائد، هنضيف عليها الألف فتبقى لام ألف. يعني اللام زائد الألف يبقى لام ألف. الشكلين يعتبروا درس واحد، تمام؟ هنقول لكل حرف أربعة حالات: الحالة المفردة، اثنين الأولية، ثلاثة الوسطية، أربعة المنطرفة. بالنسبة للحالة المفردة نمسك اللام ألف، تمام؟ شروطها: تكون مفتوحة وتكتب فوق السطر وتكون منفصلة، تمام؟ هندي مثال: كلمة لامع، أهي لام ألف كلمة لامع. نكتبها إزاي؟ هنقول الطريقة بتاعتها أهي. هنبدأ اللام كده ترويسة وننزل قبل السطر، بنعمل زاوية كده على الشمال، وبعدين بنسيب مسافة هنا وناخد نقطة وننزل بتقويسة خفيفة لغاية السطر، وبعدين نوصل الجزء ده الأخير. دي طريقة كتابتها. يبقى نبدأ من هنا الترويسة كده، ده واحد، وبعدين نمرة اتنين هنا كده، والجزء الأخير تلاتة، وتبقى بالشكل. ولازم الجزء الأخير ده ما يكونش مطموس، مفتوح بالطريقة دي. دي كتابة اللام ألف، تمام؟ أهو كتبنا كلمة هنا مثال لامع. نيجي بقى لحرف اللام، شكل حرف اللام المفرد أهو، نفس الترويسة أهي قلنا، وننزل زي حرف الألف كده بالظبط. وفي الآخر هنا في الكاف أخدنا عملنا الب، قلنا كده كاف. لا، هنا هنلغي ده، هنلغي الجسم بتاع الب وننزل بالكاسة هنا بتاعت النون أو الصاد أو السين أهي. يبقى هنا الألف واحد، الجزء الأولاني بننزل كده، والجزء التاني أهو ترويسة، الجزء ده تحت السطر الكاسة، تمام؟ يبقى ده حرف اللام المفرد بينزل تحت السطر. طب هو عبارة عن إيه؟ الألف زائد كاسة. وهنا اللام ألف، لام زائد ألف، دي فوق السطر دي تحت السطر. ودينا مثال كلمة مال، أهي الجزء بتاع الكاسة ده نزل تحت السطر، تمام؟ نبدأ نمرة اتنين. الحالة الأولية، الحالة الأولية بالنسبة للام تكون من شروطها مفتوحة، تكتب فوق السطر، وتكون متصلة من ناحية الشمال، تمام؟ هندي مثال للحالة الأولية بالنسبة للام، كلمة ليمون، أهي اللام بتبدأ بترويسة في بداية الكلمة، تمام كده؟ طيب بالنسبة للام ألف، الحالة الأولية برضو من شروطها تكون مفتوحة فوق السطر، تكون متصلة من الشمال. هنا هنمسح كلمة متصلة، تكون منفصلة. هنا اللام منفصلة بالنسبة للام، اللام ألف، خلاص. اللام تكون متصلة، في فرق بين الاثنين. هنا في اتصال من ناحية الشمال، هنا مش اتصال، لام ألف الأولية غير متصلة اللي هي وتكون منفصلة. إنما بالنسبة للام تكون متصلة الأولية. إدينا مثال أهو كلمة ليمون، اللام الأولية متصلة من ناحية الشمال بالياء. هنا لام ألف الأولية غير متصلة. وإدينا مثال كلمة لائق، أهي هنا مفيش اتصال الجزء ده، تمام؟ أهو دي بالنسبة للحالة الأولية، اللام واللام ألف. طيب نمرة ثلاثة، الحالة الوسطية بالنسبة للام تكون مفتوحة على السطر فوق السطر، وتكون متصلة من اليمين والشمال. مثال كلمة تعليم، اهي اللام الوسطية عندنا، طبعا بنلغي الترويسة هنا، مفيش ترويسة، اللام الوسطية بدون ترويسة، بدون ترويسة اهي، خلاص، عشان وسطية، وتكون متصلة بالناحية اليمين بالعين مثلا، وناحية الشمال بالياء في الكلمة دي مثلا اهي تعليم. طيب نيجي للام ألف المتصلة، هنا شكلها بيتغير، اللام ألف
المتصلة. هنا في المفردة مظبوط شكلها واضح، الأولية شكلها واضح زيها بالظبط، هنا الوسطية شكلها بيختلف، هنا بتبقى مفتوحة. خلاص الجزء الأخير ده المثلث بنلغيه خالص. إزاي يعني؟ أهو أنا عندي اللام ألف كده أهي، دي المفردة والأولية، تمام. هنيجي هنا ساعة الاتصال هنعمل كده، أول حاجة هنلغي الترويسة دي المنطقة دي، وهننزل أهو نفتح الجزء ده كده، تمام، أدي السطر. وبعدين هنيجي هنا نعمل نقطة كده، نسيب مسافة كده وننزل بقوس في انحناء بسيط أهو بالطريقة دي، والجزء الأخير ده خلاص هنلغيه، هتبقى هنا مفتوحة بالطريقة دي. ده الاتصال اللي هي اسمها إيه؟ قلنا هنا وسطية، تمام، لام ألف وسطية مفتوحة. خلاص كده أهو ادينا مثال كلمة ملاعب أهي، ميم وبعدين طلعنا ونزلنا واللام ألف أهي الجزء المنحني ومفيش الجزء الأخير ملاعب. طبعا اللام ألف ما فيهاش اتصال ناحية الشمال، يبقى هنلغي هنا الجزء ده يمين وشمال، لا ده بالنسبة للام، بالنسبة للام ألف يبقى هنلغي الجزء بتاع الشمال، يبقى متصلة من ناحية اليمين. واضح الفرق؟ في اختلاف طبعا، الشكل بيتغير بالنسبة للمفردة غير الأولية غير الوسطية، تمام كده. الحالة الوسطية واضحة؟ طيب هنيجي من أربعة الحالة المتطرفة. الحالة المتطرفة بالنسبة لللام برضه تكون مفتوحة، تكتب هنا مش فوق السطر، تحت السطر، يبقى هنا تحت تحت السطر، وتكون متصل ناحية اليمين، مظبوط بالنسبة لللام. طيب ندي مثال كلمة سبيل، أهي اللام أهي، شلنا الترويسة ونزلنا وأخدنا الكاسة تحت السطر، الجزء ده تحت السطر أهو، ده تحت السطر، دي يبقى اللام المتطرفة تنزل تحت السطر في نموذج كلمة سبيل. طيب بالنسبة لللام، اللام ألف المتطرفة، قلنا مثلا كلمة، لا مالا دي، لا هنكتب كلمة، ناخد نموذج كلمة سبيلة، سبيل لام ألف أهي مفتوحة أهي كده سبيلة، تمام. يبقى المتطرفة زي الوسطية أهم، الاتنين شبه بعض بالطريقة دي، يبقى هنا تنفع نقول عليها إيه؟ وسطية ومتطرفة أهو، وسطية ومتطرفة الشكل ده، مظبوط. بالنسبة للام أهي المتطرفة شكلها المتطرف أهو، يختلف عن المفرد ويختلف عن الأولية ويختلف عن الوسطية. اللام ألف لا، المفردة والأولية شكل واحد، الوسطية والمتطرفة شكل واحد أهو. وادينا أمثلة سبيلا أهي، ممكن أحط تنوين هنا، سبيلا دي لام ألف متطرفة، تمام. دي لام ألف متطرفة تكتب تحت، مش تكتب تحت السطر، فوق السطر هنا أهو، يبقى هنا نقول عليها دي فوق السطر، هنا تحت السطر. واضح الاختلاف؟ فرق بين دي ودي، وفرق بين الحالات المفردة تختلف، الأولية وسطية المتطرفة، تمام. ودينا أمثلة ونماذج، تمام. خلاص هنكتب بقى عشان نكرر الكلام ده، نكتب نفس الكلمات مرة أخرى وبعدين نصححها ونشوف الأخطاء فين، وبعد كده كل طالب هيجيب كلمات من عنده للتمرين والتدريب، يعني كلمة لامع يجيب نموذج زيها من عنده، مال يجيب نموذج من عنده مختلف في كل الحالات الأربعة. بعد كده خلاص تمام، هناخد واجب للمحاكاة والممارسة كتابة سورة الزلزلة من المصحف الشريف بالتشكيل، تمام. يلا دعواتكم، السلام عليكم.